بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. اللهم من علينا بتدبر آياته وفقه أسراره والعمل به يا كريم. الحديث عن القرآن دائما وأبدا أمر ذو شأن عظيم. الشيخ صالح بن عواد المغامسي يفتح معكم صفحات عطرة. يهدي الله لنوره من يشاء في تفسير القرآن المجيد. قاف والقرآن المجيد. القول المؤصل في سور المفصل. تقديم فيصل بن جديان العتيبي. تنفيذ ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام لحلقة جديدة من القول المؤصل في سور المفصل مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. مرحبا بكم فضيلة الشيخ في بداية الحلقة. حياكم الله أستاذ فيصل، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله العلي الكبير لي ولكم وللإخوة جميعا التوفيق والسداد. اللهم آمين. وصل بنا الحديث في منتهى سورة الطور، واليوم نفتتح سورة النجم. وقبل ذلك كما تعودنا في هذه الحلقات أن نتحدث عن موضوعات السورة مجملا قبل الشروع في آياتها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، سورة النجم سورة مكية بإجماع أهل التأويل كما قال ابن عطية، وورد عن قتادة ولا أظنه يصح أن قول الله جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم أنها آية مدنية. وبعض أهل العلم ينقل شذوذا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال إن السورة كلها سورة مدنية، وهذا بعيد، ولكنني أذكره من باب إحاطة السامع بما جاء عن الأئمة حول هذه السورة المباركة. إذن السورة مكية، وهي من أوائل السور التي نزلت، بل هي أول سورة في القرآن نزلت وفيها سجدة. معلوم أن السور التي نزلت في آياتها سجدة كثيرة، لكن أول سورة نزلت في بعض آياتها سجدة هي سورة النجم. وعلي مسعود رضي الله تعالى عنه أنها أول سورة جهر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة المباركة قال بعض أهل العلم بسبب نزولها أن قريشا زاد قولها في أن محمدا عليه الصلاة والسلام يتخلق القرآن ويتقوله، فأنزل الله جل وعلا هذه السورة ردا عليهم. فعلى هذا يكون من أظهر أغراض هذه السورة المباركة إثبات أن القرآن من لدن الله تبارك وتعالى، وإثبات صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وتقريب صفة نزول جبريل والتقائه بالنبي عليه السلام، و إبطال إلهية أصنام قريش التي كانوا يزعمونها ويعبدونها. ثم جاء في خاتمتها ما يبين الحث على العمل الصالح وبيان ما لله جل وعلا من قدرة جليلة وآثار عظيمة ظاهرة في الأمم الغابرة الباقية منها والبائدة، والعلم عند الله. في بداية السورة يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نبدأ بتفسير مطلع هذه السورة. لا خلاف أن الواو هنا واو القسم، لكن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في المراد بالنجم. وقبل أن نذكر أقوالهم ونرجح، نذكر معنى كلمة النجم في اللغة. النجم في اللغة يطلق ويراد به جنس النجم، كواكب المعروفة التي في السماء، ويطلق في اللغة ويراد به الثريا، يعني ينصرف إلى الثريا فقط دون بقية النجوم تخصيصا. ويطلق ويراد به الشعراء، لكن هذا في شيوعه عند العرب أقل من الأول. ويطلق ويراد به النبت الذي لا ساق له، ونظيره في القرآن والنجم والشجر يسجدان. ويطلق كذلك من النجم ويراد به الدين حين يوفى في وقت مضروب محدد له. ومن هنا قالوا نزل القرآن منجما، أي مفرقا في أمد. هذا معاني النجم في اللغة، أو ما يمكن أن ينصرف إليه معنى النجم. بقي من مراد بالنجم في الآية؟ الذي يظهر والعلم عند الله أنه ينصرف إلى الثريا،
لأن العرب إذا أطلقت النجم أرادت به الثريا، ذلك استفهام شعرهم وفي نثرهم وفي أقوالهم ومخاطبتهم بعضهم لبعض، كما في شعر الأخطل وشعر الراعي وغيرهما. بعض أهل العلم قال إن النجم هنا هو القرآن حال نزوله منجما، وانتصر لهذا القول الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. لكن يشكل على قبول هذا القول أن الله جل وعلا قال إذا هوى، وهوى صحيح أنها يمكن أن بمعنى الصعود وبمعنى الهبوط في آن واحد، ذكر ذلك بعض أئمة اللغة، لا لفظ هوى في القرآن إنما يأتي للسقوط. قال الله جل وعلا ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فاللفظ القرآني في لفظ الفعل هوى لا يساعد على القول هذا، لكننا نقول أن أقرب أن يكون المعنى النجم بمعنى الثريا، أو النجم اسم جنس للكوكب أو الشعر، المراد النجم الذي في السماء، والقول بأنه كذلك اسم جنس ربما يكون أفضل وأحوط. تبقى مسألة القرآن، القسم الذي فيه أستاذ فيصل يأتي على ثلاثة أضرب: قسم بذات الله، ولا ريب أن هذا أرفعها، قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال جل ذكره فوربك لنسألنهم أجمعين، فهذا قسم من الله جل وعلا بذاته العلية، وقلنا إن هذا أرفع أنواع القسم. ثم قسم من الله جل وعلا بالقرآن، قال أصدق القائلين يقين والقرآن الحكيم، قال ربنا صاد والقرآن للذكر. القسم الثالث وهو أكثرها شيوعا وذيوعا وفي القرآن هو قسم الله جل وعلا ببعض مخلوقاته، قسم من الله جل وعلا ببعض مخلوقاته كما هو هاهنا، وهذا كثير، والليل والضحى والفجر والشمس وغيرها كثير. بعض أهل العلم يقول إن كل قسم من الله جل وعلا ببعض مخلوقاته إنما هو على تقدير المضاف، إنما هو على تقدير المضاف، بمعنى يصبح المعنى مثلا آية والطور تصبح ورب الطور، والنجم هنا تصبح ورب النجم، والليل تصبح ورب الليل، وهكذا. وهؤلاء دفعهم إلى هذا حديث أنه لا يجوز القسم بغير الله، لكن يجاب عنه ظاهرا أن هذا في حق المخلوقين، أما الله تبارك وتعالى فله جل وعلا المشيئة النافذة، يقسم جل وعلا بما شاء من مخلوقاته. فنعود لما نحن فيه ونقول إن قول الله جل وعلا والنجم إذا هوى قسم من الله جل وعلا بهذا الكوكب الذي في السماء. هذا الكوكب عده بعض أهل الأرض، فلما أقسم الله جل وعلا به جاء القسم به مقيدا حال كونه يهوي، سواء قلنا إن يهوي هنا بمعنى يسقط أو يرتفع ويصعد، أيا كان الحال فإنه يدل على أنه مسير وأنه مخلوق، وأن هناك خالقا لا رب غيره ولا إله سواه يسيره، وهو الله جل جلاله. فيكون مع القسم بالنجم إظهار سفه هذه العقول التي تعبده، إظهار سفه تلك العقول التي تعبده، قال أصدق القائلين والنجم إذا هوى. وفي قوله جل وعلا إذا هوى مسألة تكلم فيها أئمة النحو حول قضية متعلقة إذا وغيرها، لكنني لا أريد أن أبسط القول فيها، لكنني أرشد إلى النظر فيها عند الزمخشري في الكشاف، وعند ابن هشام في مغني اللبيب، وعند غيرهما. قال الله جل وعلا والنجم إذا هوى، هذا هو القسم، وجوابه ما ضل صاحبكم وما غوى. لا خلاف أن المراد بالصاحب هنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما نافي ظاهر هذا. ما ضل، الضلال هو الحيدة عن الجادة، سواء كان ذلك جهلا أو علما، الحيدة عن الجادة سواء كان ذلك جهلا أو علما، يعني أن الإنسان يحيد عن الطريق الحق. فنفى الله جل وعلا عن نبيه أن يكون قد حاد عن الطريق الصواب بما نقله للناس من القرآن. ما ضل صاحبكم وما غوى، الغواية بفتح الغين، إنما المراد بها الانسياق وسلوك ضروب الشر والفساد، الانقياد إلى دروب الشر والفساد، وكلا الحالين منكف عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أفاء الله عليه من النعمة وبما آتاه الله جل وعلا من الحكمة وبما اصطفاه تبارك وتعالى من مقام الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. فقال أصدق القائلين: ما ضل صاحبكم وما غوى. تبقى لطيفة في قول الله جل وعلا: ما ضل صاحبكم. كلمة صاحب تعني الملازمة، وقد حررنا هذا كثيرا في لقاءات سابقة. والمراد من الخطاب: أيها المشركون المتعنتون الذين تلمزون هذا النبي الكريم وتقدحون فيه وكأنكم لا تعرفونه، فلو كان هذا النبي مبعوثا إليكم من ديار أخر لا تعرفون أصله ولا نشأته ولا سيرته من قبل لكان لكم بعض الحق في اعتراضكم على شخصه، لكنكم تعرفونه، ولهذا عبر القرآن بصاحبكم، والمعنى أنه نشأ بين أظهركم، تعرفون أمانته، شرفه، صدقه، نزاهته، كل صفات الخير التي لا تجهلونها فيه، ومع ذلك كبرا وعنادا منكم سفهتموه، لأن أسلوب قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم على أمرين: أمر التكذيب وأمر المغالبة، أمر التكذيب وأمر المغالبة. فهم لا يكتفون بأنهم يكذبوه، بل إنهم يغالبوه بأن يتهموه صلى الله عليه وسلم بما ليس فيه. فلما ائتمر عليه بعض أهل الأرض برأه رب السماوات والأرض، قال الله جل وعلا: ما ضل صاحبكم وما غوى. ولما كانت المعضلة بينه عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش مسألة نزول القرآن، أخبر الله جل وعلا أن هذا القرآن من لدن، قال الله جل ثناؤه: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن ما ينطق. فاعلها ضمير مستتر، تقديره هو يعود على صاحب أي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينطق عن الهوى، هنا عدي الفعل بحرف الجر عن فيخبر، والمعنى لا يصدر في كلامه عن هوى. والهوى المحبة والميل للشيء خيرا كان أو شرا، الميل والمحبة للشيء خيرا كان أو شرا. فقال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى، أي محال أن يكون ما يقول النبي الكريم إنما يصدر عن هواه. إذن عن أي شيء يصدر؟ جاءت الآية التي بعدها استئنافية مفصلة لما سبق، قائلين: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي يوحى إليه. والمعنى أن القرآن وحي من السماء أنزله الله جل وعلا على خاتم وسيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فالذي يقول عليه الصلاة والسلام: وما يدعوكم إليه أيها المتعنتون، إنما هو وحي يتلقاه من الرب تبارك وتعالى. فأخبر الله وعلا في أسلوب بليغ جدا إخبار وحصر مسألة أن هذا القرآن ما هو إلا وحي من الله، إن هو أي ما ينطق به إلا وحي يوحى، على أن للعلماء قولين في هذه الأمر: هل المقصود إن هو على القرآن فقط أو على كل ما ينطقه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرجح الثاني، وهذا يبين مكانة السنة في الدين، ولا بد أن يفقه المؤمن أن السنة من الدين بمكان عظيم، ويكفي حديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. جعلنا الله وإياكم ممن يتبع الكتاب والسنة فيقودانه برحمة الله إلى رياض الجنة. اللهم أمين. في ختام هذه الحلقة فضيلة الشيخ، ألا يؤكد كون النجم يهوي أنه ليس الثريا التي تكون ثابتة في السماء؟ هذا جيد، لكنهم هذا يمكن صرفه إلى الشهاب، لكن يهوي هنا وقت ارتفاعها وقت غروبها، يعني وقت ارتفاعها ووقت غروبها، لأن العرب لا تنتفع بها إلا في هاتين الحالين، فلها في الارتفاع إخبار بالحر، ولها في الهبوط إخبار بالشتاء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. نشكركم أحبتنا الكرام في ختم هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القول المؤصل في سور المفصل، في سور المفصل. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح ابن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل ابن جغيان العكيبي. تنفيذ ماجد ابن راشد الدباس.